اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه بنرحب بضيوف المنورين في الاستوديو، الكابتن ايمن جميل مدير اكاديميه السباحه بفرع النادي الاهلي الشيخ زايد. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك. منورنا في قناه الاهلي المره الاولى. اهلا بيك. شكرا للاستضافه. منورنا طبعا في الاستوديو، بنرحب بيه كابتن كريم منير نائب مدير قطاع الناشئين لكره الماء في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن عايز. منورنا ومنور قناه الاهلي كلها المره الاولى برضه. لا مش المره الاولى، معايا مثلا مع حضرتك المره الاولى. بس قبل كده ظهرت، ربنا يبارك فيك. منور قناتك وبيتك كابتن ايمن. اجل حضرتك طبعا، كنا في بدايه الحلقه بنتكلم على البطوله التنشيطيه او الدوره التنشيطيه اللي اتعملت من يومين، وتم اطلاق اسم الراحل الكبير العظيم كابتن طارق الصغير على هذه البطوله. كلمنا عن فكره البطوله، ويعني اتولدت امتى الفكره وازاي استعدتوا لها. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر سيادتك وبشكر استضافه البرنامج لينا، ودي مش غريبه على قناه النادي الاهلي اللي دايما داعمه لكل الرياضات في النادي الاهلي، وبخاصه العاب الماء اللي طبعا انا بمثل السباحه منها جزء منها. اهلا بيك يا كابتن، ده بكانك. الله يخليك. دي مش اول بطوله تنشيطيه احنا بنقوم بيها كنادي اهلي، دي رقم 6، والبطوله السنه دي كانت وفاء لذكرى الكابتن طارق الصغير الله يرحمه رحمه الله عليه. ويعني بس يعني لازم نعرف الاجيال مين هو كابتن طارق الصغير، عشان دي لمسه وفاء من النادي لكل الاجيال الجديده والاجيال السابقه يعرفوا اسم الكابتن طارق الصغير. هقول في عجاله كده نبذه عن الكابتن طارق الصغير رحمه الله عليه. كابتن طارق بدا مشواره في النادي الاهلي سنه 74 كلاعب، ثم بعد ذلك لعب ناشئين 76، وبعد كده سنه 82 التحق بمنتخب كره الماء. لعيب كره ماء، تدرج بعد ذلك بين إداري فمدرب فرئيس مدير جهاز قطاع الناشئين في كرة الماء، ثم بعد ذلك مسك مدرب العمومي. وبعد الفترة دي هو يعني سافر شوية ورجع تاني لنادي وبيته النادي الأهلي، ومسك مدير نائب مدير جهاز ألعاب الماء لقطاع كرة الماء، ثم بعد ذلك مسك جهاز بليل مائي مدير قطاع البليل المائي، وبعد كده في الفترات الأخيرة كان مدير حمام السباحة في نادي أهلي مدينة نصر، بجانب عمله مدير لقطاع البليل المائي لحد يعني آخر أيام ربنا يرحمه ويحسن إليه. يعني كان بيشتغل واشتغل بتفاني، وهو رمز من رموز العطاء والتفاني في العمل، وانا صديقته، ويعني بطلب من الجميع دلوقتي قراءه الفاتحه على روحه والدعاء ليه، لان هو من الشخصيات اللي انا عصرتها، وهو صديق وشخص يعني صديق شخصي ليا، فانا يعني بترحم عليه. كل صديق الكل وحبيب الكل كابتن، ومعلش انا اسف ان انا بس يعني تطرقت ليه هو، لان هو عايز اكتر من كده وقت تفرده. هو شخصيه طارق. يعني كل اللي عرفوه عن قرب وعصروه وزملوه، يعني انا واحد من الناس دي، شهادتي مجروحه يعني. لا لا لا، وانا من الناس اللي عشرته وعارف قد ايه يتمتع قبل كل الناحيه الفنيه الخلقيه العاليه جدا. تمام. حبيب الكل الله يرحمه. الله يرحمه حسين. الله يرحمه. طيب يعني قلتوا هتعملوا الدوره التنشيطيه تحت اسم طبعا الراحل الكبير كابتن طارق الصغير، وبعد كده يعني بداتوا تستعدوا لها. استعدتوا لها ازاي؟ وحددتوا الاعمار اللي هتشارك فيها ازاي؟ هي دي البطوله رقم 6، وطبعا الفتره بتاعت جائحه كورونا المشكله كانت في ان احنا ما عرفناش طبعا نعمل اي تجمعات، لاوامر بتيجي من قيادات وزاره الصحه ان ممنوع التجمعات، ممنوع اي حاجه، فوقفناها لمده سنتين. والحمد لله لما الدنيا اتصلحت والدنيا مشيت في الطريق والمسار السليم، عملنا البطوله. والبطوله تم استعداد ليها في الفتره اللي كانت بين بطولات، لان احنا حضرتك عارف ان بيبقى فيه على مدار السيزون بطولات كتيرة بتتعمل، بطولة الجمهورية، بطولة القاهرة، فالبطولات دي بيشارك فيها السباحين. فاخترتوا التوقيت اللي ما بقاش فيه بالظبط، بس هي كانت تزامنت مع البطولة العربية للسباحة، والحمد لله مصر فازت بيها الناشئين من يوم كده، والحمد لله رب العالمين، وده برضو ثمار ومجهود أندية وعرق جامد يعني. وخلينا أقول إن هو يعني تقليد أنتوا يعني عملتوه وإن شاء الله نحافظ عليه. بس خلينا نروح لكابتن كريم. كابتن كريم، يعني يمكن في كرة الماء في عدد كبير جدا من البراعم اشتركوا في البطولة دي،
اعمار سنيه 2010 11 يعني ايه الاعمار السنيه اللي شاركت؟ هو احنا البطوله جمعت من اول عمر مواليد 2013 ولغايه مواليد 2010 يعني 13 12 11 10 اربع مراحل تمام. وهو يعني احنا اساس البطوله دي احنا من بدايه فكرتها كان يعني ان احنا كنا بنأهل لاعبين ان هم يبقوا خلاص جاهزين للمنافسه من اول بطوله رسميه يقدروا يخشوا فيها. ممتاز. فكانت الفكره ان احنا نبني لهم الاحتكاك من بدري، يبتدوا ان هم يعدوا رهبه اول ماتش، اول سباق حضرتك عارف طبعا، اول دخله في الملعب، اول حمه البدايه وبالذات في الاولاد الصغيره يمكن بتبقى الموضوع فيها اعلى شويه لان ما بيكونوش اكتملوا لسه سايكولوجيا والجهاز العصبي بتاعهم. وهي ساعدتنا كتير فعلا في الفترات اللي فاتت، ابتديناها اول واحده يمكن ما كانتش حتى الاعداد فيها كبيره زي الوقت، كنا في حدود حاجه و80 لعيب، الوقت الاعداد تضاعفت يمكن اربع او خمس مرات عن كده، 300 ثلاث اكاديميات في رينج 300 لعيب، ثلاث اكاديميات مشاركين فيها تقريبا بالكامل الولاد كلهم. هي اتلعبت في الجزيره، السباحه كره الميه لعبناها في الجزيرة. اهل الجزيره والسباحه كانت في اهل مدينه نصر، ما ده عشان المساحات طبعا يبقى عندنا مساحات كافيه نظرا للاعداد الكبيره اللي هي كانت مشاركه فيها. سليم 100%. وهي كانت استفاده لينا كلنا يعني احنا كقطاع ناشئين بنشغالين عليها. يعني كلمنا بقى بتفاصيل الايفنت نفسه، يعني كان كام يوم، عملتوا ايه في اليوم الاول الثاني الثالث، يعني كلمنا على تفاصيل كده الدوره نفسها. طيب هو احنا اتلعبت على ثلاث ايام، كنا مقسمينها لثلاث مراحل، 2010 مع بعض و2011 و12 و13 كانوا مع بعض، معموله ليجز او دوريات للثلاث مراحل من المنافسات. اتفضل يا كابتن. اتعملت اكنها ثلاث بطولات للثلاث مراحل بس عملناها في وقت واحد على حمامين السباحه، فتحنا ثلاث ملاعب وكنا شغالين في الماتشات في نفس الوقت. طبعا عشان احنا في الصيف والحر ما نقدرش نطول على الناس لان احنا بنتكلم في عدد 300 لعيب باهليهم تقريبا اولياء امورهم، احنا بنتكلم في حوالي تقريبا في رينج ال1000 بني ادم كانوا موجودين على الحمام. بس الحمد لله يعني الحمد لله ان احنا كان تنظيميا قدرنا نعملها ناجحه، استفدنا كتير منها جدا، شفنا مواهب ظهرت قصادنا في الملعب عكس حتى ما احنا في التمرين، الولاد كسروا روتينية التمرين، كسروا الخوف بتاعهم وابتدت من تاني يوم تحديدا تظهر حاجات كويسة جدا عن أول يوم. يمكن أول يوم كان فيه رهبة من الولاد شوية وهم بيلعبوا، من تاني يوم ابتدينا لا يعني في ولاد كتير ظهروا بمظهر مشرف جدا. احنا عن نفسنا احنا بتبقى فرصه لينا ان احنا نقيس برضو شغلنا عامل ازاي ونحدد المرحله الجايه، ودي واحده من اهم الحاجات اللي احنا بنبقى البطوله دي هي محدده لينا فيها برضو، ان احنا بنقيس نفسنا زي ما بنقيس الولاد هم وصلوا لغايه فين، احنا بنشوف برضو احنا تطورنا قد ايه عشان نقدر نحط المرحله اللي بعديها خطتنا هتبقى شغاله ازاي في التدريب. نعم، وده خلي بالك ده موجود يعني تشكروا عليه، وكمان بيبقى الولاد بيستنوها من سنه لسنه، خلي بالك يعني الولاد بيبقوا مستنيين الدوره التنشيطيه دي لانهم معلش هي بتبقى ماتشات بس جوه النادي بتاعه. فبيبقى نوعا ما يعني منافسات بس يعني بتقول بحنيه شويه. موجوده طبعا طبعا احسن من هو ضغط الماتشات. هي عشان كده لا كنت بشرح لحضرتك ان هي بدل ما بيخشوا اول مره على الرهبة بطول بطوله وعلى ماتشات بتمتصوا انتوا دي بقى جوه النادي. ومن ضمن الحاجات برضو ان هم الولاد احنا بنتمرن في ثلاث اكاديميات في ثلاث اماكن مختلفه، فبتبقى فرصه لان احنا بنمكس الولاد مع بعض، هي ما بتلعبش كل اكاديميه باسمها، لا كله بيلف، الفرق كلها بتلعب مع بعض، الولاد كلها بيتعرفوا على بعض لان هو ده المستقبل، هيبقوا فرقه واحده مع بعض باذن الله يمثلوا النادي الاهلي مع بعض. طيب عايز اتكلم على المستوى الفني واللعيبه البروميسنج اللي انتم شايفينها، وهل انتم طبعا بتحطوا ده تحت الميكروسكوب؟ بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن كره الماء والسباحه في النادي الاهلي والدوره التنشيطيه باسم الراحل الكبير طارق صغير، ولكن بعد الفاصل. عندنا الحمد لله من ساعه ما مسكنا جهاز بنعمل بطولات تنشيطيه، البطولات التنشيطيه دي بتخلينا نعرف مستوى الولاد وبنقف على مستوياتهم، عشان لما بنلعب بطولات رسميه اولا بيشيل الخوف والرهبه من عند الولاد، ثانيا بيبقى الولد متعود ان هو نزل بطولات فما بيتفاجئش باي حاجه. الحاجه بقى المهمه ان احنا الحمد لله عندنا تقليد من ست سنين ان في لمسه وفاء في كل حاجه احنا عملناها. كان عندنا قبل كده تكريم الله يرحمه كابتن سيد صادق، والنهارده عندنا تكريم الله يرحمه كابتن طارق الصغير. الناس دي افنت حياتها في النادي الاهلي على حمام السباحه، واحنا لو ما افتكرناهمش يبقى احنا مش النادي الاهلي. النادي الاهلي بيفتكر على طول
وولاده اللي ادوا كل بذلوا كل مجهود عشان خاطر رفعت اسم النادي الاهلي في مجال السباحه والعاب الماء. النهارده انا فخور ومبسوط جدا ان انا بعمل حاجه الله يرحمه طارق، يعني على المستوى الشخصي ده اخويا قبل ما يكون النائب بتاعي وكان مسؤول عن اهلي مدينه نصر الغطس والبريد. انا مفتقده جدا، بس النهارده انا بحس ان هو معانا وموجود معانا، والولاد اللي موجودين دول لازم يبقوا عارفين ان انت تبذل مجهود وتعمل كل حاجه ربنا هيكرمك وهتبقى حاجه كبيره في النادي الاهلي، ويبقى في تكريم مش الميت بس ان شاء الله والحي، وهنعمل تكريم للناس اللي موجوده الفترات اللي جايه ان شاء الله مش هتبقى. مبسوطه جدا وفخوره ان هو خلاني في المكان ده حتى هو مش موجود، وهو اصلا طول عمره كان مخليني فخور ان انا بنت طارق الصغير، بس الحمد لله يعني مبسوطه جدا ان انا هنا وان انا بتكرم باسمه لسه لحد دلوقتي حتى بعد هو مش موجود لسه اسمه موجود ولسه الناس تتكلم عنه الحمد لله بكل خير. لا فكره حلوه قوي طبعا قوي، وبالذات ان احنا كاسرته احنا بنبقى مبسوطين ان احنا لسه حاسين ان احنا بابانا لسه بيتكرم ومجهوده اللي قبل كده ما راحش ولسه موجود الحمد لله. طبعا احنا بنشكر النادي الاهلي على البطوله الجميله دي، وانا طبعا فخور ان انا والدي كابتن طارق الصغير، ودي حاجه هفضل فخور بيها طول العمر. وبشكر النادي الاهلي طبعا على البطوله الجميله دي وبالتوفيق لهم دايما ان شاء الله. طبعا وفخر طبعا لاي حد يعني يبقى مع كابتن عماني فاروق وكابتن وائل وكابتن وليد عامه، وطبعا ده بيديني فخر بوالدي جامد جدا الصراحه، كان نفسي يكون موجود معانا النهارده بس ربنا يرحمه يعني ان شاء الله. اهلا بحضراتكم، زي ما شفتوا التقرير يعني والبطوله التنشيطيه ولمسه الوفاء، شفنا معالي الوزير العامري فاروق وهو بيقدم طبعا تذكار او دروع التكريم للراحل الكبير كابتن طارق الصغير سواء لبنته او لابنه او للسيده الفاضله زوجته. كابتن كريم ارجع لك، يعني احنا في كره الماء يمكن الثلاث اربع سنين فاتوا شافوا طفره جيده، وكان يعني مردودها على طول مع المنتخب، يعني شفنا المنتخب حصل على البطوله العربيه، و خلينا نتكلم بامانه ما فيش كره ماء هتحصل الا بطفره في النادي الاهلي. يمكن طبعا احترامنا لهليوبليس، احترامنا للجزيره، احترامنا الانديه المنافسه على راينا وراسنا، ولكن النادي الاهلي مهم جدا. كلمنا عن التخطيط اللي انتوا عملتوه الثلاث اربع سنين اللي فاتوا عشان نوصل للمرحله اللي احنا فيها. طيب هي بدايه التخطيط يمكن من يعني ابتدت معانا لما كابتن وائل ابتدى هو قياده الجهاز، ابتدينا نحط استراتيجيه يعني ان احنا نطور اللعبه في النادي لاقصى درجه. التطوير ده طبعا كان لازم يبتدي من القاعده تحت، ابتدينا نشتغل عليها، ابتدى يدعمنا بخبراء اجانب يدونا خبراتهم، ابتدينا ناخد دورات دوليه، كان الاول التاسيس لينا احنا يعني القائمين عليها ان احنا نقدر نطورها. طلعنا معايشه بره في انديه من المصنفه درجه اولى في العالم في صربيا. يعني كنا طلعنا معايشه في صربيا في بارتيزان. كان مدرب مثلا بارتيزان؟ كنا اربعه مدربين، كان مع المدير الفني. قعدنا اكثر من 15 يوم يمكن. بارتيزان ده نادي كبير حتى في الباسكت كمان. طبعا هو في كل الالعاب، يعني هو حاجه شبه الاهلي هناك في صربيا بالجماهيريه بكل حاجه. بارتيزان عندهم صاله جامده جدا. قعدت معايشه 15 يوم. معايشة كاملة معاهم صبح وبعد الظهر في كل تدريباتهم، مع يعني هو حتى كانوا متعاونين معنا جدا كجهاز بالكامل، ادانا كل المعلومات اللي احنا محتاجينها اللي على اساسها ابتدينا نيجي نعمل خطتنا احنا داخلية بقى بتاعت التطوير. نعم. تأسيس الأكاديميات، الهيكلة بتاعتها، المدربين اللي بيشتغلوا عليها، والبرامج اللي بنشتغل بيها. نعم. وهو يمكن دي كانت أكتر حاجة ساعدنا فيها طبعا الخبراء الاجانب اللي كانوا موجودين معنا الفترات اللي فاتت. جبنا كذا مدرسه، جبنا من صربيا، من المجر، من اليونان، اللي هي المدارس الرائده في عالم كره المياه. ممتاز. الحمد لله قدرنا نحط اسس سليمه نشتغل بيها، ابتدت تنعكس على القاعده بتاعتنا طبعا في تاسيس اللاعبين اللي هم مستقبل النادي بعد كده ان شاء الله. مستقبل مصر كلها باذن الله. يعني الشغل بيحصل وعلى اعلى مستوى. واجي لحضرتك كابتن ايمن، يمكن اكاديميه الشيخ زايد، الشيخ زايد كان فرع جديد تم افتتاحه يمكن من 3 4 سنين او 5 سنين فاتوا. من 8 سنوات. يعني ابتديتوا بنواه صغيره لسه. طبعا. عدد سباحين قليل، بدات تشتغلوا، بدات تتاسسوا. كلمنا عن الأكاديمية هناك، عددكم بقى كام، نشاطاتكم كل يوم، يعني كلمني عن الأكاديمية عندك في الشيخ زايد. هو فرع الشيخ زايد وفرع واعد جدا، والأعداد اللي طالعة منه بتبشر إن شاء الله بأمل جميل. والأولاد اللي اشتركوا في بطولة تنشيطية السادسة من مواليد 2012 اللي هم 10 سنوات، ومواليد 2013 اللي هم 9 سنوات،
عملوا نتائج جميله جدا وحققوا ميداليات في البطوله. ماشي. هو مش الهدف الميداليات، هو لا. الهدف ان احنا بنخلق قاعده عريضه من السباحين اللي بنطلع بيهم ان شاء الله للمراحل اللي بعد كده. كان كم سباح تقريبا؟ قربتوا من 1000؟ احنا عدينا ال 1000 1200 تقريبا يعني شاركوا في البطوله من الاربع فروع. ودي الجميل بقى ان كمان فرع التجمع شارك معانا. لا دي معلومه جديده بالنسبه لي. جديده بقى التجمع، فرع التجمع. طب دي اول مره. لان يعني اداره النادي الاهلي لا تقل جهد في انها. طب بيتمرنوا فين التجمع؟ ما انا هقول ان اداره النادي الاهلي لحد ما يتفتح الفرع وحمامات السباحه لسه بتتجهز طبعا، هي قربت خلاص، سمحوا للاعضاء بالمشاركه في الانديه القريبه من محل سكنه. ممتاز. وخصوصا في مجال السباحه. ممتاز. فمنهم اللي شارك في مدينه نصر اللي قرب المسافه. هاي. ومنهم اللي شارك في الجزيره. الجزيره. فدي برضو من المعلومه برضو اللي لازم نضيفها، ودي تحسب برضو لاداره النادي الاهلي في انها فتحت المجال. بس يعني برضو معلومه من حضرتك جيده ان حمامات سباحه التجمع قربت تفتح. خلاص قربت. يعني ان شاء الله شفتها قريب. يعني الحمامات بدات تجهز يعني قربت ان شاء الله باذن الله كمنشاه كامله ان شاء الله باذن الله على قريب باذن الله. طبعا حمامات السباحه لان ده برضو هيدي قاعده اربع فروع في عدد، هتلاقي فالقاعده كده هتزيد كقاعده الممارسين هتزيد والاعداد هتبقى اكتر ان شاء الله. اما في فرع الشيخ زايد فطبعا هو فرع واعد لانه معظم المشاركين فيه او معظم اللي اشتركوا فيه كاعضاء اعمار سنيه صغيره، فعندهم عدد من الاطفال اللي هم في عمر تعليم السباحه ابتداء من 3 سنوات لحد ما شاء الله 15 سنه. فعندنا قاعده كبيره جدا جدا ما شاء الله. في احدى السنوات قبل كورونا كان مشارك عندي 2400 و2500 سباح وسباحه في اكاديميه السباحه. فتره الصيف كان عندنا 2200 مشارك. فعندنا قاعده الحمد لله عريضه من السباحين والسباحات اللي ان شاء الله باذن الله ده بينعكس على المستويات اللي هتخرجها باذن الله اكاديميات السباحه عندنا في فرع الشيخ. جهد كبير بيتبذل في السباحه يا كابتن، وبامانه دي حاجه نحب على الهوا نشكركم لان ده موضوع ما فيهوش اي شك ان جهد كبير جدا بيتم في السباحه. اعزائي المشاهدين هنكمل كلامنا عن السباحه وكره الماء، خلينا نطلع فاصل وارجع لحضراتكم تاني. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن اجيلك يا كابتن كريم، كنا بنتكلم في الفاصل مع بعض عن الكوادر، يعني مش بس احنا بنتكلم عن عدد سباحين او عدد لاعبين لكره الماء، بلاش سباحين عشان ابقى يعني اكتر تخصص، انت عندك مدربين ايضا، يعني عندك عدد كبير من المعلمين والمدربين. عندك كم مدرب مثلا في الفرع؟ احنا كل فرع تقريبا في حدود من 12 يعني من 10 ل 15 ممكن مدرب، وبيبقى معاهم مدير الاكاديميه موجودين. في ميزه عندنا في كره الميه ان احنا تقريبا 100% من المدربين بتوعنا هم لاعبين من بتوع النادي. طبعا. فدي ولاد النادي. ولاد النادي بالكامل، ما فيش اي حد فيهم من بره، ودي بتدينا ميزه فوق تدريبيا ان هي تعرف بنبني روح النادي الاهلي برضو في الولاد من واحنا صغيرين، كلنا لعيبه، كلنا لعبنا باسم النادي الاهلي، كلنا كسبنا الحمد لله بطوله باسم النادي الاهلي، ودي الخبرات اللي احنا بنحاول ننقلها للولاد الصغيره من داي وان عشان يقدروا يكملوا المسيره. المدربين طبعا بياخدوا زي دورات، ويعني احنا بنعمل داخليا عندنا ورك شوبس دايما بنعملها، معانا برضو مدير قطاع ناشئين كوستاس اللي هو مليونان معانا خطوه بخطوه فيها، كان هو ليه دور كبير برضو في نقطه تجهيز المدربين ان هم يقدروا ينقلوا اللي عندهم للعيبه. بذلنا الحمد لله مجهود فيها اللي هي ابتدت تبان ثمارها الوقت يعني معانا. جهد كبير بيتبذل اكيد مفيش شك. ويمكن كابتن ايمن نفس الكلام، حضرتك بتتكلم عن عدد مدربين اكيد كبير جدا في قطاع السباحه، كام يا كابتن عندك؟ يعني بنتكلم عندنا في فرع الشيخ زايد من 100 ل 120 معلم سباحه. يعني بياخد مننا جهد واعداد، وبنديهم دورات تثقيفيه ودورات تعليميه عشان يكونوا على مستوى حدث ان هو يعلم الاطفال ازاي تعليم السباحه من بدايه البيجنر لحد ما يوصل. بنتكلم على فرع واحد بقى الثلاث فروع، وان شاء الله الفرع الرابع هيفتح قريبا ان شاء الله باذن الله. طب يا كابتن كنا بنتكلم في الفاصل انه البطوله التنشيطيه هي محاكاه لبطولات رسميه، ازاي؟ احنا طبعا جهاز العاب الماء مشكورا ذلل كل الصعاب لان احنا نعمل بطوله تحاكي ما
نفس البطولة الرسمية اللي بيقيمها اتحاد السباحة لقطاع الناشئين، سواء 10 سنوات تحت 11 سنة أو تحت 10 سنوات. نعم. فهي البطولة بكل العناصر بتاعتها محاكاة للبطولة الرسمية. عندنا مواليد 2012 إن شاء الله نحن ربنا هيدخلوا بطولة، أول بطولة هيدخلوها في شهر فبراير القادم. ممتاز. فالفرصة طبعا محك كبير جدا جدا إن السباح والسباحة تقف على الستارت، تعرف يعني إيه شكل بطولة، يعني إيه إعداد، إزاي تقف في منطقة الإعداد، إزاي تنادى عليها، الإحماء إزاي، إنها تنزل السباق، إنها يتنادى عليها بالجهاز وجهاز الأوميجا اللي هو الساعة الإلكترونية، إزاي إن هي تستخدمها، إزاي تسمع النداء وتطلع البلوك ستارت، وتبقى في ثبات انفعالي، ما تنزلش ما تتهزش. كل ده بنعمل له محاكاة لعناصر البطولة. ومع العلم برضو إن النادي برضو استقدم حكام رسميين من الاتحاد. بالظبط. ونفس الاضافه جبتوا حكام رسميين ولا كان؟ لا، في كره المايه كنا احنا المدربين هم القائمين عليها، بس يعني تحكيميا انتوا كنتوا بتحكموا، احنا اللي بنحكم. احنا المتولينها كاملها كل حاجه، انما في السباحه جبتوا حكام من الاتحاد، مش كلهم، احنا جبنا بعض العناصر بس هم اساسا معانا مدربين وهم بيحكموا الجوده. على اساس انه برضو يساعدوا خبره بالظبط، ويدوا السباحين والسباحات الخبرات بتاعه البطوله كامله، وهم اساسا مدربين معنا وحكام في نفس الوقت، وبرضه شاركوا في التحكيم بنفس الشكل او المحاكاه بتاعه بطوله رسميه. وطبعا ده بيعود بالنفع طبعا علينا كمدربين، نقف على مستوى السباحين والسباحات، وبيخلينا كمان نكون قريبين من المستوى الحقيقي للعناصر اللي موجوده عندنا. جهد كبير يا كابتن ايمن الحقيقه، مبذول، وبنشكركم عليه كقناه النادي الاهلي الحقيقه، وحاجه مفخره لكل الاهلاوي الحقيقه. والوقت مر سريعا الحقيقه معاكم، يعني احنا ممكن نقعد نتكلم ساعتين عن السباحه وكره الماء. كابتن ايمن جميل، بشكرك، نورتني وشرفتني، اتمنى ان شاء الله يكرر اللقاء تاني باذن الله. بس حابب اشكر بس مجلس اداره النادي الاهلي على يعني تسديد كل الصعاب والعقبات اللي واجهت اقامات البطولات السته، ويعني ابتداء طبعا من رئيس مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب، وصولا باعضاء مجلس الاداره، ثم مدير رئيس النشاط الرياضي كابتن خالد، ورئيس جهاز العاب الماء كابتن وائل عزت، ومحمد كابتن محمد فاضل، وكابتن علام، ذللوا كل صعب بصراحه لاقامه البطوله، والشكل اللي ظهرت بيه يعني شكل مشرف. نعم. وحاجه جميله جدا جدا، بشكر القناه طبعا، وبنشكر طبعا سيادتك، وبنشكر كل طبعا المسؤولين في النادي الاهلي. كابتن كريم بشكرك، كابتن كميل كريم منير بشكرك، نورتيني وشرفتني، ونتمنى اللقاء يكرر. كابتن هيثم شكرا ليك لاستضافتنا، وفعلا زي ما كابتن ايمن قال، يعني هي احلى حاجه في البطوله دي ان هي من اول مجلس الاداره لغايه اصغر لعيب، يعني اسره النادي الاهلي بالكامل بتتعاون عشان تطلع بحاجه مشرفه للنادي، والحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا فيها. مفخره الحقيقه للنادي الاهلي، ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لك. اعزائي المشاهدين، وضحنا لحضراتكم حجم الجهد المبذول في قطاع كره الماء والسباحه بشكل كبير. النادي الاهلي بيبذل يعني جهد واموال في سبيل ان هو يعد مجموعه من اللاعبين تفيد منتخبات مصر والكوادر والمدربين طبعا، شفنا ده خلال حلقتنا. بشكركم شكرا جزيلا، والى حلقه ثانيه من الابطال.